أعزائي المشاهدين، رجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. مشرفني في هذا اللقاء دكتور رضا مغازي، أستاذ مساعد بقسم حوث تلوث المياه. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، شرفتنا. يعني في بداية كلامنا كنا عايزين نتكلم عن دور هذا القسم، قسم حوث تلوث المياه. في الحقيقة يعني احنا الأول يعني أنا أتشرف إن أنا يعني أتكلم في القناة بتاعتكم الشيقة جدا اللي بتعرض موضوعات فعلا شيقة علمية جدا، من القنوات اللي أنا فعلا بحب أتابعها. في البداية يعني أحب إن أنا شرف لينا والله يا دكتور. في البداية إن أنا أحب يعني أنوه بس تنويه بسيط بالنسبة كمقدمة لدورنا كجزء من قسم بحوث تلوث المياه المركز القومي بحوث. شغلنا هنا كمعمل بحثي بيتركز في يعني في جانب مهم جدا من الجوانب البيولوجية المهمة جدا في المياه، مية الشرب او مية الصرف الصحي او عامة انواع المياه، المياه اللي موجودة على مستوى الكرة الأرضية، اذا كانت مياه مالحة او عذبة او اي مسطحات مائيه. دور الطحالب فيها دور مهم جدا كمؤشر بيولوجي، يعني المؤشر ده وجوده في الميه بيدل هل الميه دي فعلا جودتها كويسه، هل الميه دي فيها نسبه ملوثات عضويه او غير عضويه، هل وجود الطحالب هل لها دور في كجزء مكمل من ادوار المعالجه الاساسيه البيولوجيه اللي موجوده في الميه، ميه الشرب او ميه الصرف الصحي. المعمل هنا بتركز شغله كمان في احد يعني العديد من التطبيقات المهمه جدا الاقتصاديه اللي ممكن تستخدم كعائد اقتصادي ليه مردود قوي جدا على الاقتصاد القومي في استفادات او التطبيقات الطحالب المهمه جدا المختلفه. يعني هنتكلم الاول عن دور او الطحالب وانواعها. يعني احنا ممكن نقسم الطحالب ككل لثلاث انواع اساسيه من الطحالب، اذا كانت الطحالب دي موجوده في صوره ميكروسكوبيه يعني غير مرئيه بالعين المجرده، او في صوره مارين الجي موجوده في المسطحات المائيه اللي هي المالحه عامه في البحار وكده. الطحالب ممكن نقسمها لثلاث انواع رئيسيه اللي هي الطحالب الخضراء او الطحالب الخضراء المزرقه والدايتومات. الطحالب ودورها المهم جدا كمؤشر بيولوجي مهم في عمليه ان انا ممكن اقول ان في نسبه تلوث في المياه موجوده. فعلا يعني اثبتت الابحاث ان وجود انواع معينه من الطحالب دل بيدل ان في ممكن يكون في تلوث عضوي خطير جدا في الميه. ممكن نتكلم عن بعض انواع الطحالب زي الاوسيلاتوريا او اليوجلينا كطحالب موتايل موجوده في الميه، دي من اهم الطحالب اللي هي ممكن نلاقيها في الميه وتقول لنا ان في فعلا مؤشر ان في تلوث في الميه. يعني يا دكتور رضا دلوقتي الطحالب تعتبر مؤشر اذا كنت تعرف اذا كان في تلوث في المياه ولا لا؟ بالظبط، بالظبط، خاصه الملوثات العضويه. ومن المنطلق دون يعني الابحاث اللي تم اجراءها من فتره وما زالت تجرى، ان لما بدانا يعني لما بدا العلماء يشعروا ان فعلا وجود الطحالب مرتبط بالتلوث في الميه، طب احنا ليه ما نخليش الطحالب دي بدل ما تكون انها مؤشر او مؤشر إن تقول ان الميه دي ملوثه او غير ملوثه، ليه الطحالب دي ما نستخدمهاش كجزء مكمل بيولوجي مهم جدا من عملية المعالجة الرئيسية اللي موجودة في مراحل المعالجة، خاصة في مياه الصرف الصحي والمخلفات السائلة، إذا كان الصرف الصحي ده صرف صناعي أو صرف صحي. فوجود الطحالب كجزء مكمل في عملية المعالجة مهم جدا، خاصة إن الطحالب كائنات حية نباتية أولية موجودة في المياه بتعتمد في غذائها بشكل طبيعي على ضوء الشمس، من خلاله بتقوم بعملية البناء الضوئي
ومن خلال وجود الملوثات العضوية اللي موجودة في المية في دور تاني للبكتيريا بتبتدي تكسر الملوثات العضوية اللي احنا بقى عايزين يعني نشرح للمشاهدين الآلية بقى. يعني احنا كنا بنتكلم في الجزء الاول عن موضوع بحيرات الأكسدة بالظبط، ده اللي بيخش فيه موضوع الطحالب. يا ريت بقى يعني بالزبط. نشرح بقى ازاي من خلال يعني بحيرات الأكسدة نقدر ان احنا يتم عندنا عملية معالجة للمياه. بالظبط، ودي النقطة المحورية جدا اللي يعني اهم نقطة اللي بتطبق فيها الطحالب اللي هي بحيرات الأكسدة بشكل عام، اللي بتستخدم فيها الطحالب كجزء مكمل في عملية المعالجة الطبيعية للمية. بحيرات الأكسدة بتعتمد على أكتر من مرحلة في المعالجة. أول مرحلة المرحلة اللاهوائية، المرحلة اللاهوائية بتعتمد بشكل كبير جدا مش على الطحالب، لأنها بتنمو فيها البكتيريا اللاهوائية في ظروف غير هوائية. البكتيريا اللاهوائية دي بتقوم بعملية تكسير المواد العضوية اللي صعب تكسيرها من الطحالب إلى صورة أبسط افيلابل موجودة تقدر تستخدمها الطحالب في المرحلة اللي بعد كده، اللي احنا ممكن نسميها مرحلة المعالجة الهوائية. مرحلة المعالجة الهوائية اللي بتكون للطحالب دور مهم جدا فيها، انها بتاخد المواد اللي كسرتها البكتيريا اللاهوائية بتقدر تتغذى عليها في وجود ضوء الشمس، بما ان الطحالب برضو من ناحية تانية بتحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل اللي بيمتص ضوء الشمس بيقوم بعملية البناء الضوئي. في وجود هذه العناصر اللي بتحللها البكتيريا بت 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 في, 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 في الدور ده طبعا الطحالب بتكسر او بتتخلص من باقي المواد العضوية اللي اتكسرت في المرحلة الاولى، بتتخلص منها نهائيا في الغذاء او في عملية البناء الضوئي. وفي نفس الوقت الطحالب بتنتج كمية من الاكسجين الطبيعية اللي موجودة في المية. وجود نسبة الاكسجين العالية اللي بتنتجها الطحالب نتيجة عملية البناء الضوئي وتكسير المواد العضوية، وجود نسبة الاكسجين دي بتبقى ليها دور مهم جدا في عملية المعالجة التكميلية. اولا بتمد المياه بنسبه عاليه من الاكسجين، بتساعد على رفع حاجه اسمها احنا بنسميها القص الهيدروجيني، بتخلي المياه القلين بشكل اعلى، مما يتيح ان الباثوجينز او الكائنات الممرضه اللي موجوده في المياه اذا كان بواقي يعني الملوثات الملوثات عامه يعني خاصه الكائنات الممرضه الباثوجينز ما بتقدرش تنمو في هذا الوسط العالي من القلوية اللي بتتيح الطحالب فيما بعد، فبتساهم بشكل تاني في قتل هذه الكائنات الممرضة اللي موجودة في المية. زائد ان هي بتمد المية بنسبة عالية من الأكسجين، وبتتخلص من العناصر اللي هي موجودة اللي هي البسيطة اللي ممكن تأثر في جودة المية. تاني حاجة الطحالب دور جد مهم جدا في التخلص من الملوثات الصناعية اللي موجودة في المية، وأهمها العناصر الثقيلة اللي بتعمل مشاكل كبيرة جدا لحصرة لها في المية، زي ممكن تسبب الفشل الكلوي أو التأثير على الكبد بشكل مباشر أو غير مباشر. الطحالب لها خاصية تسمى خاصية الأدزوربشن أو خاصية الامتزاز، بتقدر تمتز هذه العناصر الصناعية زي العناصر الثقيلة أو ممكن تتغذى عليها، فبالتالي نقدر نتخلص عن طريق الطحالب من هذه العناصر الصناعية اللي ممكن تضر بالإنسان أو الكائنات الحية اللي موجودة في المية. وبالتالي بتدينا يعني أمل أن الطحالب فعلا لها دور مؤثر جدا في عملية المعالجة الطبيعية. يعني موضوع المعالجة الطبيعية بشكل طبيعي بشكل طبيعي عملية يعني كنسبة وتناسب بالظبط. أنا محتاج كمية طحالب قد إيه على مية قد ايه علشان تتم عمليه المعالجه والتنقيه؟ ده سؤال جميل جدا. يعني بالنسبه لكميه الطحالب اللي موجوده بيتوقف على الميكانيكيه اللي بتشتغل بها الطحالب في المعالجه، في معالجه خاصه الصرف الصحي او الصرف الصناعي. الطحالب كدور في عمليه معالجه الصرف الصحي هي ما بتبقاش موجوده بكميه اكتر منها، ان الطحالب بتنمو في صوره حيه وبتستخدم الملوثات اللي موجودة دي في عملية النمو. فبالتالي الطحالب احنا ما بنحتاجش نستخدم كمية الطحالب جاست
هي كميه قليله من الطحالب بنحطها في المكان الملوث بتنمو بشكل طبيعي لانها بتتغذى على الملوثات نفسها فبتنمو بشكل طبيعي. الجانب الثاني من الجوانب اللي هي ممكن تكون بتستخدم فيها الطحالب في عمليه التخلص من الملوثات الصناعيه ان احنا ممكن نستخدم الطحالب ككتله حيويه غير حيه مجففه، ممكن ندخلها في تطبيقات كتير جدا نقدر من خلالها نتخلص من العناصر الثقيله او العناصر الصناعيه اللي ممكن تاثر في الميه بشكل كبير جدا. يعني عايزين نتكلم بقى على الاستفاده الاقتصاديه. احنا ممكن نعتبر برضو دي احد الجوانب الاقتصاديه اللي ممكن نستفيد منها من الطحالب في عمليه معالجه المياه، مياه الشرب والصرف الصحي. بالنسبه للجوانب الثانيه طبعا اللي طبعا بتستخدم من فتره طويله وما زالت تستخدم وما زالت الابحاث بتجرى على قدم وساق ان احنا نقدر نوصل لمرحله فعاله ان احنا نوصل يعني ان احنا نقدر نستخدم الطحالب ده بشكل فعال، الطحالب دي بشكل فعال في هذه الاستفادات الكثيره. يعني احنا ممكن نبدا بالجانب الغذائي، يعني الطحالب ممكن تستخدم كجزء مهم جدا كقيمه غذائيه عاليه جدا كنسب بروتين وكربوهيدراتس ودهون وفيتامينز كتير جدا تدخل في السلسلة الغذائية للكائنات الحية ككل اللي موجودة على الكرة الأرضية، إذا كانت الكائنات دي كائنات حيوانية أولية أو أسماك، فبتدخل بشكل غير مباشر. الأسماك دي طبعا بيتغذى عليها الإنسان، ممكن تدخل بشكل غير مباشر انها تستخدم كأعلاف حيوانية مهمة جدا. سؤال بقى مهم، المية الناتجة عن المعالجة، المية بالظبط ايه مدى جودتها؟ المياه الناتجة على المعالجة، جودة المياه بيعتمد على حاجة أساسية جدا في موضوع هل المياه دي هنقدر نستفيد بيها فعلا بشكل فعال في المعالجة، مية الصرف الصحي اللي هي خارجة. الموضوع ده بيعتمد على مراحل المعالجة، المراحل اللي تمت معالجة المياه من خلالها، هل هي مرحلة أولى أو تمت المعالجة في مرحلة تانية مرحلتين يعني أو ثلاث مراحل، على حسب عدد المراحل اللي بيتم من خلالها المعالجة الموضوع ده بيتوقف عليه جودة المية الخارجة بشكل نهائي. هل هنقدر نستخدمها في زراعة أو ري المحاصيل الزراعية وأي نوع من المحاصيل الزراعية اللي نقدر نستخدمها في المعالجة؟ هل هي محاصيل زراعية مأكولة الإنسان يقدر يأكلها؟ هل هي محاصيل زراعية ممكن تستخدم في زراعة الأخشاب بشكل اقتصادي فعال؟ هل هي ممكن تستخدم في أشجار الزينة وغيرها وغيرها من الاستفادات اللي ممكن نقدر نستفيدها؟ ممكن تستخدم في المزارع السمكية، وده بيتوقف على مراحل المعالجه وجوده الميه اللي خارجه من المعالجه بشكل نهائي. بالظبط يا دكتور، يعني زي ما شفنا يعني اعزائي المشاهدين ازاي ان احنا من خلال الطحالب نقدر ان احنا نحصل على مياه بجوده عاليه تخش في العديد من الاستخدامات بدل من اهدارها. شرفنا في هذا اللقاء دكتور رضا مغازي استاذ مساعد بقسم بحوث تلوث المياه. شرفتنا ونورتنا يا فندم. واعزائي المشاهدين يعني بشكركم على حسن المتابعه واشكر فريق البرنامج، والى حلقه جديده من برنامج مراكز وابحاث.